وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من يقول أن هذه الأمور عذاب القبر والميزان والحساب ليس حقيقي وهو لا يؤمن به؟ إذا لم يؤمن به فهو كافر. إذا جحد شيئا من أمور الآخرة ورد به الدليل من الكتاب والسنة وهو يعرف هذا، يعرف أنه ورد به دليل، لكن يقول ولو ورد به دليل ما أصدق هذا، هذا كافر بلا شك. نعم.